بمناسبة وجودك في العالمين وإعجابك بالعالمين وشايف إن هي جميلة، تعالى كده نقارن. إحنا بنتكلم على مكان يعني سياحي جدا هنا في العالمين، وأنت راجل عايش في أمريكا، وأمريكا فيها أماكن كتيرة قوي سياحية يعني إمبرسيف كمان. بالظبط. لو قارنا بين العالمين وبين الأماكن السياحية اللي موجودة في أمريكا، نقول العالمين واصلة لفين؟ أنا قلت العالمين زي فانتسي لاند، a beach that is only in one place في الدنيا، you know؟ في مصر واحدة في الدنيا. فظيعة. والله. There's no place like it. وبعدين I will go back to it. The thing that makes a place like this so special, obviously ربنا، بس الناس. الناس طيبين. أكيد الناس هي اللي بتدي روح للمكان. بس لما يكون المكان نفسه يعني amazing للدرجة دي. الصورة بتكتمل وتبقى صورة حلوة قوي. المكان is amazing. وبعدين السانسيت حاجة تحفة. Just the way that they built it out. Look at how advanced we look. This is even something that Americans would be very impressed by. I love posting about it and seeing all of my, you know, American friends and family, their reactions of a place like this because they want to come. It's a beautiful place. طب ما تخليهم ييجوا. Yeah, يلا بينا. يلا يعني بينا. بنتكلم على أصدقاء وقرايب اللي عايشين في أمريكا، وفكرة إن هم لازم ييجوا يزوروا مكان جميل للدرجة دي، هيجوا ينبسطوا، يعني هينبسطوا جدا أكيد. بالظبط صح.